الادوار الرئيسيه لهذا النبات انه يسحب كميات كبيره من ثاني اكسيد الكربون الناتجه عن استخراج النفط والاحتباس الحراري، حيث تقدر البحوث بانه هذه النباتات البالغه تسحب 1 طن بالسنه للهكتار الواحد. المانغروف من نباتات العائلة الأقنتية اللي تنمو على سواحل المياه المالحة، نبات متحمل لملوحة المياه، مثل ما نعرف أنه بدأت تصاريف المياه العذبة تقل، وبالتالي